بعت رسالة لواحد صاحبه اسمه بسام واتفقوا ان هم يتقابلوا كمان شوية. اللابتوب الغالي قوي ده والتليفون بتاعك تاخدهم كده وترميهم في البحر. مين جاب البنت دي هنا؟ انا اللي كلمتها وقلت لها تيجي. هو فين يا ادم؟ مشي. يعني ايه مشي وازاي ما تمسكوش؟ انتوا هتاخدوا الفلوس دي بس بشرط تنفذوا اللي هقول عليه في الحرف الواحد. اتعمل فيديو لطيف وبعته للضابط عصام. ملك يا ندى. ندى 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 دي لازم تنتهي من حياتي تماما. يعني مش في عزا اخوها يا يوسف؟ اهو احنا نعمل عزا سليم هنا ولا في البلد؟ والله العظيم دي اول مره ابقى مش عارف احقق مع موري. اتكلمت النهارده الحمد لله وطالبه واحد زميلها اسمه زياد. انا حتى مش عارف اضربك. عارف ليه؟ عشان الضرب في الميت حرام. المهم ما نتأذيش يا باشا. انت هتموت وتلاقي اي حاجه توصلني بيها حبل مشنقه. هاي لؤي الله يسلمك. اه لسه واصل. بقول لك ايه، هات العربيه وتعالى لي على المعادي. لا اول ما تخش المعادي كلمني وانا هقول لك تجي لي فين بالظبط. يلا مع السلامه. يعني انت برضو مش هتيجي مع اخوك المشوار ده؟ هاجي معاك بصفتي ايه بس يا يوسف؟ بصفتك ايه يا ابني؟ وانا رايح عيد ميلاد يعني وجايبك غصب عني وعنهم؟ يا ابني ده عزا ثواب. لا انا ماليش في الجو ده يا يوسف. بعدين انا مش عاوز اشوف ديدي ولا عاوزها تشوفني اصلا. احنا ما اتقابلناش من ايام الجامعه. خلص انت بس مشوارك ده وكلمني. ماشي ماشي يا سيدي. متشكرين. يلا سلام. سلام. حلو العصير حبيبي. معلش اتأخرت عليك. وحشتني قوي. انت اكتر. ازيك؟ الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ها عامل ايه الولد ده معاكي؟ مطلع عينيها عادي. لا والله خالص ده قمر. ربنا يخليك يا منى. مش عارف والله الواحد ممكن يشكرك ازاي على كل اللي انت بتعمليه ده. اخسى عليك ما تقولش كده. ادم كنت عايزه اتكلم معاك في موضوع. اوي اوي اتفضلي. لا كنت حابه نتكلم مع بعض لوحدنا. خلاص انا فهمت. هروح الحمام واجي. ماشي بس اتاخر شويه في التواليت. اتفضلي يا منى سامعك. ادم انا هتجوز كمان شهرين. طيب الف مبروك. لو احتجتي مني اي مساعده تحت امرك. بص هو انس بالنسبه لي ابني وحبيبي وبجد مالي عليا البيت وانا مبسوطه جدا ان هو عايش معايا. بس اعتقد انه بعد الجواز هيبقى صعب. عندك حق. عندك حق طبعا. انا فاهم ومقدر. بس معلش الفتره اللي فاتت دي كان عندي لخبطه في حياتي كلها، ما بين امريكا وما بين هنا، مشاكل في الشغل، مشاكل مع اصحابي. بس خلاص انا بحاول اظبط كل حاجه دلوقتي، واكيد قبل ما الشهرين دول يخلصوا هكون وضبت اوضه لانس. هيعيش معايا في البيت هو وندى، متقلقيش خالص. انا والله اسفه جدا. اسفه على ايه بس؟ ده انت اللي كتر خيرك في كل اللي انت بتعمليه. انا اللي مش عارف اشكرك ازاي. انت اللي كتر خيرك على اللي بتعمله مع ندى. مفيش راجل في الدنيا مهما كان يعمل كل اللي انت بتعمله ده، حتى لو كانت مع اي ست ربنا خلقها. ما هي مش اي ست، دي اغلى مخلوقه عندي في الكون. انا غسلت ايدي يا دوب 20 مره، ارجع تاني؟ لا خلاص تعال هتبوسك. طيب انا هقوم بقى وهستناك تجيب لي انس على البيت. ماشي ماشي. شكرا يا ماما. باي 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 باي. هستناك. باي. ايه لؤي دخلت المعادي؟ تعالى لي على شارع 9.
اخر كافيه على اليمين. رحيم اتكلم تاني. كلمها كتير وانا عمال اتكلم كل شويه مفيش فايده. ما تقلقش يا روح، اكيد في حاجه حصلت هناك خلتها تاجل سفرها. مش غادة اللي تعمل حاجه وما تقولش. بقول لك ايه، غادة دي طول عمرها بتعمل اللي في دماغها. ايوه بس ما بتخبيش، غادة اجرى من انها تخبي. من فضلك لو سمحت النهارده بالذات دون عن اي يوم لازم تكون هادي واعصابك متماسكه. اه طبعا لازم اكون هادي فعلا. ملايين تختفي من الحساب بتاعي وبعد شويه الجوهره ودلوقتي بنتي بتختفي. معمول لي انا عمل ولا ايه بقى؟ عمل ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ يا سيدي لو على الجوهره الحمد لله، اهو فاروق مش هيركز في القصه دي دلوقتي، على الاقل لحد ما يكتشف مين اللي قتل سليم. ولو على غاده انا متاكده ان في حاجه حصلت هناك واجلت سفرها وساعه بالكتير وهتلاقيها بتكلمك وتطمنك. الحاجه الوحيده الثقيله فعلا والمفروض نفكر فيها صح هي موضوع الفلوس. وبرضو انا متاكده ان مكتب المحامي هناك هيلاقي لها حل وهيجيب قرارها. ان شاء الله يا سيدي لو خلى شركه التامين بتاعت البنك تدفع الفلوس دي. بس انت لازم تسافر على فكره، تقعد هناك اسبوع اسبوعين تقعد على دماغهم ده هيفرق. طب يلا عشان ما نتاخرش على عزها، مش عايز فاروق يقلب عليا اكتر من كده. يا سيدي انا جاهزه. يلا. ها رحيم، رحيم ها في جديد؟ مامي. هاي يا حبيبتي. انا عايزه اروح. عايز تمشي دلوقتي حالا؟ خلاص يبقى يلا بينا. ايوه بس الدكتور هيسيبنا نمشي. مش مهم الدكتور هيقول ايه، المهم هي عايزه ايه. انا هنزل احاسب المستشفى لحد ما تجهزوا الشنطه. يلا زياد تعالى معايا. يلا يا احنا ما ينفعش نصحيها شويه؟ لا ما ينفعش نصحيها، الدكتور لسه مديها الدواء المسكن. شايف الجهاز ده؟ اه. الجهاز ده بقى اللي بيبقى فيه السائل اللي هو الدواء اللي ماما بتاخده، لازم يخلص خالص بعد كده هي بكام ساعة هتفوق كده. بس أنا عايز أتكلم معاها شوية. بقولك إيه بقى؟ أصلاً الدكتور منع أي حد يزورها وهي واخدة الدواء خالص. بس أنا مقدرتش أقولك كده عشان أنا عارف إنها كانت وحشاك. وحشاني أنا كمان. بس أنت لو عاوز ماما تخف لازم تصبر لحد ما تتعالج وتفوق، بعد كده هتبقى زي الفل مش هتتوجع تاني. مش هو ده اللي يهمك؟ اه هو ده اللي يهمك. يس Adam, we need to speak in private. Okay, tell me. I think under these circumstances, we should keep it private. Loi. Anas, habibi, تعالى معايا مشوار وهنيجي على طول. I'm listening. Mr. Adam, I've left all of my commitments. I came here to stay with your friend. I'm a doctor. Sometimes the cases accepts the treatment. Sometimes the
illness just defeats us. I've seen many cases. Nada is beyond cure now. Even if you pay me $1 million per day, I would not be able to stay. To me, this is a call. I have many cases abroad, all over the world, not just in the US. And there are many cases that has a true chance of healing. So it is not a question of how much you can pay me. I know how it feels like. But there's no way I can stay longer. Whether I will have to resort to my embassy or other means, but I'll have to leave tomorrow. I think you understand. It's reasonable. I think Loy can help me to purchase a plane ticket for tomorrow. I will go and change my clothes so I can be ready for tomorrow. Go. I thank you for your trust. Go. مش كويسة. خير قول. غادة اتقبض عليها في المطار. امتى الكلام ده؟ أول ما جت الطيارة ما خرجتش بره، يعني ما عدتش حتى على شباك الجوازات. عرفت ازاي؟ الرسالة دي جت على الموبايل بتاعي. عرفت مين اللي بعتها؟ لا ما عرفتش. اتصلت بالرقم أول ما قريت الرسالة. جاتني رسالة صوتية بتقولي إن الرقم ده مش موجود في الخدمة. دخلت جوه المطار عشان أسأل بتوع الأمن، بس ما حدش إداني معلومة مفيدة. بس أنا اتأكدت إنها ركبت الطيارة من أمريكا فعلا. روح عند أهل إيدي. قبض عليها في المطار، ما لحقتش حتى توصل لشباك الجوازات. عرفت خدوها فين؟ رحيم حاول يعرف، مفيش فايده. بس اتاكد انها ركبت الطياره من امريكا في ميعادها. طيب هي ممكن تكون كده دخلت بحاجه ممنوعه، مش شرط تكون حاجه كبيره من في دماغك يا راغب. لا
مش ده اللي هيخلوهم يمنعوها انها تكلمنا. كلمت حد من معارفنا؟ طريقة القبض عليها ما تخليش اي حد من معارفنا يقدر يعمل لنا اي حاجة. انا عارف بقول ايه. قصدك ايه بقى؟ مش فاهم. ده شغل امن وطني. غادة اتقبض عليها من على سلم الطيارة، ما لحقتش حتى تقرب من شبكة جوازات. طيب احنا على الاقل كده عرفنا نحدد هي فين، ممكن نشوف بقى نقدر نكلم مين يساعدنا. عشان كده انا بعت رحيم من ده لايدي يتوسط لي عند فاروق. مش هقدر اتكلم فاروق في الوقت ده خالص، كفايه اللي بيني وبينه دلوقتي. استنى مش انا هو جاي، ما تتكلمش انت خالص. ها ايدي، السلام عليكم. بقار لفن. بقار لفن. شكرا الله سعيد. باقي في حياتي كده ليه؟ حياتك الباقي يا يوسف، متشكرة انك جيت. دي اكتر ظروف انا كنت محتاجة لك فيها. هو فين بابا يعني؟ انا مش شايفه. كنت عايز اسلم عليه واعزيه. تقريبا دخل مع ناس المكتب. طب اتفضل اقعد وهو جاي. لا يا داليا، انا مش جاي عشان اقعد خالص. كنت جاي عشان اعمل الواجب وعشان اعزيك يعني وامشي على طول. واجب ايه يا يوسف؟ ده اكتر وقت انا محتاجه لك فيه. داليا، انا مش جاي هنا عشان اتكلم خالص في اي حاجه، ولو حتى هنتكلم لا هو ده الوقت ولا هي دي الظروف. انا مش عايزه اتكلم في حاجه يا يوسف، انا محتاجه لك تبقى جنبي عشان خاطري اقعد شويه. خلاص، شوفي لي بس بابا فين عشان اعزيه وبعد كده نبقى نقعد نتكلم. طيب حاضر. ممكن تيجي تسلم على ليلى؟ حياتك الباقية يا فندم. انا متشكر لحضرتك جدا. متشكر. اه طبعا. البيت بيتك، تشرف في اي وقت يا باشا. الحقيقة انا عارف قد ايه حضرتك مشغول ومسؤولياتك كتير، بس انا كنت عاوز اطمن، يا ترى البنت بيعاملوها معامله طيبه؟ طيب تمام، خير يعني كده بقى نقدر نشوفها بكره الصبح؟ يا للدرجه دي؟ طيب عموما انا متشكر لحضرتك جدا، وجميلك ده فوق راسي من فوق. شكرا يا فندم، شكرا. تصبح على خير. اتفضل يا فندم، اتفضل. قال لك يا فاروق؟ الموضوع كبير، كبير قوي يا رب. كبير ازاي يعني؟ هما ناويين يعملوا ايه في بنتي بالظبط؟ مش يعملوا فيها حاجة. بنتك بتتعامل كويس جوه. كل ما في الموضوع ان حكاية الجنسية الأمريكية اللي معاها هي اللي معقدة الأمور حبتين. ايه الجنسية معقدها ازاي يعني؟ التهم اللي متوجهة ليها ليها علاقة بالأمن. لو ما كانش حكاية الجنسية الأمريكية دي كانت الأمور هتتطور أحسن من كده. مش عارف، مش
مش عارف، انا مش عارف، انا اسف بكلمك دلوقتي بس الله يرحمك، الله يرحمه، الله يرحمه سليم، الله يرحمه. اكيد ربنا هيرحمه، الدور الباقي علينا احنا. فاروق انا عايز اشوف بنتي. هتشوفها انت بكره. بكره يبقى حي عظيم بقى يستفردوا بيها. هما يستفردوا بيها ليه؟ بنتك يا سيدي متهمة بتمويل جماعات سرية لقلب نظام الحكم. قلب نظام الحكم؟ بنتي دي قد كده؟ قلت لك عايزين يستفردوا بيها. هم مش هيستفيدوا حاجة لما يستفردوا بيها، وما عندهمش أي نية إن هم يلفقوا لها أي حاجة. لا هي ولا غيرها، هم مش فاضيين الكلام ده. عموما هنشوف الأدلة والاتهامات هتوصلها لحد فين. لو مفيش أي حاجة هتدينها يبقى خير وبركة، لو في حاجة بتدينها يبقى كده هيتصلوا بينا عشان نشوف محامي نوكله لها. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ اهدى بس يا رغب، اكيد هتتحل. تحل تحل تحل. خش ده المهندس اللي جه مع مالك عشان موضوع الفلوس بتاعتنا اللي ضاعت. بالظبط. هو يعرف فاروق ولا ايه؟ شكله كده. بقى لله يا فندم. بقى لله وحده. اتفضل استريح. لا انا متاسف جدا، مش هقدر اقعد اكتر من كده. انا بس ما كانش ينفع ما اجيش واعزي حضرتك. انا مضطر امشي. شكرا. طيب. اتفضل انت. خليني اذنك يا فندم. يوسف هتمشي برضو؟ لازم امشي يا داليا، وزي ما قلت لك جوه لو في بينا اي كلام ما ينفعش ابدا لا في الوقت ده ولا في الظروف دي. وبعدين يعني حتى لو اتكلمنا انت مش هتسمعي اي حاجه، كفايه اللي انت فيه. مش لازم اسمعك بس اعرف احسك يا يوسف. عارف يعني ايه احساس؟ عن اذنك يا استاذه. اه اتفضلي. يوسف في ايه يا يوسف؟ مين دي يا داليا؟ دي المساعدة بتاعت بابا. مين اللي معاها ده؟ ابنها. في ايه يا يوسف فهمني؟ يوسف يا مالك. ايوه يا يوسف وصلت؟ مش وقته دلوقتي. في مصيبة يا مالك، مصيبة. مصيبة ايه تاني؟ انت فاكر مرات ادم وابنه اللي ضربوا بالنار قدامنا؟ مالهم؟ ما ماتوش يا مالك. نعم؟ بقول لك ايه؟ مش وقت رياكشنات خالص دلوقتي وحياة ابوك، ما ماتوش وشفتهم بعيني. يا ابني هو احنا لحقنا نشوفهم يوم الحادثة اساسا؟ انت عبيط يا يوسف؟ يا سيدي انا لحقت اشوفهم. وبعدين غير كده، مرة كنت قاعد أنا وآدم واتكلمنا عنهم وجات سيرتهم ووراني صورهم كمان، فأنا متأكد إن هم. يوسف أنت متأكد من الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ بقولك شفتهم بعيني يا مالك، شفتهم وأنا دلوقتي ماشي وراهم وقاطرهم لغاية ما أعرف هينزلوا فين. أنت عارف اللي أنت بتقوله ده معناه إيه؟ إيه؟ ما فيهاش إيه؟ يوسف لازم يعرف. يعرف إيه؟ أنت متخيلة يوسف لو عارف حاجة زي دي ممكن يعمل إيه؟ يعمل اللي يعمله. البيت اتسرق في غيابك وهو لازم يبلغ عشان البوليس يشوف شغله. يا بنتي انت بتتكلمي في حاجه وانا بتكلم في حاجه تانية خالص. لا انا فاهمه كويس قوي انت بتتكلمي في ايه. طبعا يوسف لو عرف هيقرا كل الكونفرسيشنز اللي كانت ما بينكم. بالظبط. طيب وايه المشكله يا حبيبتي؟ انت ما عملتيش حاجه غلط. يا حلا انا ما سبتش حاجه بيني وبين يوسف، ما قلتهاش في الزفت ده. طب ايه الحل دلوقتي؟ يوسف لازم يعرف، لازم تقولي له. مش هقدر، مش هقدر يا حلا، مش هقدر. خلاص هقول له انا. لا ما انت لو قلتي له برضه النتيجه هتبقى واحده. لا مش واحده، انا ليا اسلوب كده مع يوسف هعرف اقول له واوصل له الموضوع كده بهدوء.
يوسف لازم يعرف النهارده قبل بكره يا ياسمين. لا النهارده لا. ياسمين انا لما يوسف جالي اتوسط لي اني اصلح ما بينكم وقت لما خانك انا رفضت، كنت شايفه ان معاكي حق وقفت جنبك. دلوقتي اللي انت بتطلبيه مني ده انا ما اقدرش اعمله، من حقه ان هو يعرف. البيت اللي اتسرق ده بيته. خلاص يا غاده عشان خاطري، ده قضاء ربنا. قضاء ربنا انه يتقتل؟ يا حبيبتي كلنا هنموت، امتى وازاي وفين محدش عارف. ربنا يصبرك يا استاذ غاده، بس ممكن تهدي شويه عشان في كلام كتير لسه هنتكلم فيه. معلش يا مازن بيه، الموضوع مش هين برضه. والله انا مقدر، بس لازم الاستاذه تركز معانا وتهدى على الاقل دلوقتي. عندك حق يا مازن بيه. غدا حبيبتي سليم خلاص عند ربنا، ندعي له ولا نعيط عليه؟ الله يرحمه. برافو عليك، هو ده صح صح. هنسيب بقى نتماسك شوية ونركز كده عشان نحل المشكلة اللي احنا فيها. اوكي اوكي مازن بيه اتفضل. شكرا استاذة غادة. انا عايز اعرف ايه علاقتك بمراد الملاح وسمر عبد الله؟ مراد وصور؟ ايوه مراد وصور. حضرتك عارف ان هما قيادات شبابية من حركة احرار، تعرفت عليهم من سنة تقريبا. عجبني اهتمامهم بقضايا حقوق الانسان، خصوصا نشاطهم بقضايا المشردين اللي مرميين في الشوارع، رغم ان كل حاجة بتقول ان هما اولى باهتمام الحكومة. ولقيت ان ده ليه علاقة كبيرة بالتفكير في توزيع الثروات، بس هما كان عندهم مشكلة في تحقيق الجزء العملي من نشاطهم. الجزء العملي من وجهة نظرك يعني ايه؟ يعني زي السوشيال ميديا، الندوات، اللقاءات الجماهيرية. الحشد يعني. مازن بيه هي ما قالتش كده. هنشوف يا استاذ هنشوف. بص يا باشا انا هحكي لك على كل حاجه من قبل حتى سفريه امريكا. انا ومراد اصلا مرتبطين بقالنا 3 سنين، لحد ما جه يوم وقال لي عايزك تيجي معايا تقابل واحده اسمها غاده منصور. قال لي ان هي عندها مؤسسه حقوق انسان كبيره قوي في امريكا، ولو اقتنعت بكلامنا هناخد من وراها فلوس ما شفناهاش في عمرنا. رحت معايا يا باشا ولقيت غاده دي واحده قدي، بس ايه فلوس بالهبل. واحنا صراحه يا باشا الحاجات دي كانت بعيده عننا خالص، بس للحاجات دي ليها ناسها. انا بقى صراحه قلت وماله، حقوق انسان حقوق حيوان، المهم نطلع لنا بمصلحه من الموضوع ده قبل ما حد تاني يجي ويهبق على الموضوع. ورحنا قابلنا غاده، بس مراد هو اللي كان معاه الكلام كله. هو مراد بتاع كلام، اصل هتيف قديم من ايام الجامعه. خلاصة الكلام يا باشا هو عارف ياكل دماغها وفهمها ان حركتنا مشكلتها هي التمويل. لسه في حاجات اكتر من كده هنشوفها ونسمعها مع بعض، بس انا عايز اعرف ايه رايك في اللي انت شفتيه وسمعتيه.